هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها السيج فيج، يعني الأعداد المعنوية. هي حاجة بتختصر الأرقام الكبيرة لحاجات بسيطة خالص نعرف نقرأها. يبقى هي حاجة بتختصر الأرقام الكبيرة لحاجات بسيطة نعرف نقرأها. صلى على النبي. لو عندنا 2 4 6 3 2، عاوزين نعرف عدد الأرقام المعنوية هنا، فبتعد عادي، أدي 1 2 3 4 5، يبقى 5 سيج فيج. طيب لو عندنا مثلا 1.7854، عاوزين نعرف عدد الأرقام المعنوية. المشكلة هنا في الصفر، صح؟ قالك طالما الصفر واقع بين عددين هحسبه عادي، يبقى طالما الصفر واقع بين عددين هحسبه عادي، يبقى 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 سيج فيج. عشان نأكد الفكرة، لو عندنا 1.008، الصفر هنا واقع بين عددين، صح؟ اللي هو 1 و8، يبقى هحسبه عادي، يبقى 1 2 3 4، يبقى 4 سيج فيج. طيب لو عندنا 7.000، انت ملاحظ هنا الاصفار في الاخر، بيسموها حاجة اسمها التريلينج. بيسموا الاصفار اللي في الاخر حاجة اسمها التريلينج. قالك الاصفار دي والله ممكن نحسبها او ممكن ما نحسبهاش. في حالة ممكن نحسبها فيها وفي حالة ممكن ما نحسبهاش. قالك لو في علامة عشرية يبقى هنحسبها، مفيش علامة عشرية يبقى مش هنحسبها. هل في علامة عشرية هنا؟ لا، يبقى مش هنحسبها خالص. يبقى السيج فيج هنا بواحد، تمام؟ عكس بقى لو كانت 0.000، في هنا علامة عشرية يبقى احسبها، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى 5 سيج فيج. السيج فيج عند عمليتين، بتنقسم لعمليتين، عملية الجمع والطرح وعملية الضرب والقسمة، تمام؟ أول حاجة عملية الجمع والطرح. لو عاوز أجمع مثلا 35.6 + 56.77، هتحسبها على الآلة الحاسبة هتطلع معاك 19.87، تمام؟ طيب أنا بقى عاوز أبسطها، بيقولك في حالة الجمع أو الطرح أنت بتبص للعلامة العشرية، هي العلامة العشرية موجودة في كم عدد بعدها؟ 1، دي العلامة العشرية، في كم عدد بعدها؟ 2. أقل الواحد ولا الاتنين؟ الواحد، صح؟ يبقى هتاخد بعد العلامة العشرية رقم 1 بس، تمام؟ هل 7 ينفع تدي للـ8؟ ينفع تدي للـ8، يبقى 91.9. يبقى انت بتعد الرقم، الارقام اللي بعد العلامة العشرية، هنا 1 وهنا 2، هتاخد الرقم الاصغر اللي هو 1، يبقى بعد العلامة العشرية في الناتج بتاخد رقم 1 بس. هل 7 ينفع تدي للـ8؟ ينفع تدي للـ8. عشان تفهم الكلمة اللي قلتها الاخيرة، ينفع تدي او ما تديش دي، بص كده معايا، لو الرقم اكبر من 5 هيدي، لو اقل من 5 مش هيدي. يبقى لو رقم اكبر من 5 هيدي، لو رقم اقل من 5 مش هيدي. 7 اكبر من 5، صح؟ يبقى هتدي للـ8، هتبقى 9، تمام؟ طيب ناخد مثال تاني على الجمع والطرح. لو عندي 6.2 + 4.114، هتحسبها على الحاسبة هتطلع معاك 10.314. عاوز ابسط الرقم ده، دي العلامة العشرية، صح؟ بعدها كم رقم؟ رقم 1، هنا بعدها 3 ارقام، يبقى المفروض الناتج يبقى بعده رقم 1، لان باخد الرقم الاقل، هنا 1 وهنا 3، يبقى بعد العلامة العشرية رقم 1 بس. هل ينفع الواحد يدي للـ3؟ لا، ما ينفعش، يبقى الناتج 10.3 بس، تمام؟ ناخد مثال تاني. لو عندي 8.35 - 9.1، عاوز احسبها.
هتحسبها على الآلة الحاسبة هتطلع معاك 93.735. طيب الرقم بعد العلامة العشرية هنا كام؟ 3، وهنا 1، يبقى المفروض الناتج اخد رقم 1 بس بعد العلامة العشرية. تمام، هل السبعة، هل التلاتة ينفع تدي للسبعة؟ لا، يبقى الناتج كده. تمام، الموضوع سهل، بتبص للعلامة العشرية بعدها كم رقم، رقم 1 او 3 مثلا، بتاخد الاقل وبتطلع الناتج وتشوف الرقم الاقل بقى، يعني رقم 1 تاخد علامة عشرية واحدة، اقل حاجة 3 ارقام يبقى تاخد 3 ارقام بعد العلامة العشرية في الناتج بس. طيب الحالة التانية، في حالة الضرب او القسمة، يعني مثلا لو عندي 6 في 0.30، هتحسبها على الآلة الحاسبة هتطلع معاك 1.8. تمام، انا بقى عاوز ابسطها بالارقام المعنوية. قالك والله في حالة القسمة او الضرب انت بتعد كل الاعداد المعنوية، انت بتعد كل الارقام المعنوية، يعني هنا رقم معنوي واحد بس، هنا كام؟ 2، لان احنا قلنا الاصفار اللي في المقدمة هنا مش بتتحسب، احنا قلنا الاصفار اللي في المقدمة هنا مش بتتحسب. تمام، هيبقى هنا رقم 1 وهنا رقمين، اتفقنا دي حاجة اسمها الليدنج، اللي في المقدمة ما بتتحسبش. طيب انت حسبت الصفر ده ليه يا عم؟ قال لك لان في علامة عشرية، طالما في علامة عشرية يبقى احسبه. تمام، قال لك بقى باخد الاعداد المعنوية الاقل، هنا 1 وهنا 2، يبقى الناتج لازم يكون حاجة واحدة بس، طيب اللي هو الواحد، هل ينفع التمانية تدي للواحد؟ اه ينفع، يبقى الناتج كام؟ 2. تمام، يبقى ببص تاني، اول حاجة هنا الارقام معناها 1، هنا 2، بتاخد الرقم 1 بس اللي هو الاقل، 1، هل ينفع التمانية تدي للواحد؟ اه ينفع، تبقى 2. تمام، لو عندي مثلا 11.6 زائد 6.24، عدد الارقام المعنوية هنا كام؟ او الناتج على الآلة الحاسبة الاول كام؟ 72، 3.24. طيب عدد الارقام المعنوية هنا كام؟ 3، هنا 1.2.3، يبقى الناتج المفروض يبقى 3 ارقام، ادي 1.2.3، هل ينفع الاتنين تدي للتلاتة؟ لا ما ينفعش، يبقى الناتج على كله على بعض 72.3. طيب لو عندنا مثلا 12.4 في 12.8 في 16، هتحسبها على الحاسبة تطلع معاك كده 39.52. عاوز بقى ابسطها، هنا عدد الارقام المعنوية كام؟ 3، هنا 3، هنا 2، يبقى الناتج المفروض عبارة عن رقمين معنويين. تمام، يبقى 25. هل 25 قريبة من 2539؟ لا، فاعمل ايه بقى؟ هحط صفرين، احنا قلنا الاصفار اللي في الاخر مش بتضاف في الارقام المعنوية طالما ما فيش علامة عشرية. تمام، يبقى كده 2539 قريبة من 2500. تمام، يبقى لو انت مثلا عاوز تبسط رقم والرقم ده كان كبير جدا، ممكن تحط اصفار في الاخر، لان لو كنت سبتها 25، هل 25 قريبة من 2539؟ لا مش قريبة خالص. يبقى ملخص الدرس اللي قلناه النهاردة، انت بتعد عدد الارقام المعنوية عادي، طيب لو قابلك صفر والصفر ده موجود بين عدد وعدد هتحسبه عادي. تمام، قالك لو الاصفار دي جاية في الاخر، قالك والله في علامة عشرية هحسبه، مفيش علامة عشرية يبقى مش هحسبه. طيب في حالة الجمع او الطرح بتعمل ايه بقى؟ بتبص كم رقم بعد العلامة العشرية، والله مثلا لقيت رقم واحد مثلا ولقيت في الجانب التاني مثلا رقمين، فبتاخد الرقم الاقل يبقى 1، يبقى الناتج بتاعك المفروض بعد العلامة العشرية رقم واحد بس، بتاخد الرقم الاقل. طيب لو عندك في حالة القسمة او الضرب بتعمل ايه بقى؟ قالك انت بتعد كل الارقام المعنوية،
وبعدها بتاخد الأقل، تمام؟ وتشوف هل ينفع مثلا لو عندك مثلا العدد ده 5.87 وعديت الأرقام المعنوية لقيت إنك هتاخد رقمين معنويين، تمام؟ بتسأل نفسك بعدها هل ينفع 7 تسلف 8؟ أه ينفع، يبقى الناتج 5.9.